ضيفتنا اليوم اتبعت شغفها، ورغم انها حاصله على ماجستير في القانون الا ان حبها للموضه ومواكبه كل ما هو جديد في دور الازياء جعلها تتجه من الى تصميم الازياء وخلق خط خاص بها في هذا المجال. ضيفتنا اليوم هي الجوهره الملحم، مصممه ازياء سعوديه. هلا وسهلا فيك الجوهره. اهلا فيك يا حبيبتي جوهره. في البدايه من ماستر قانون لتصميم الازياء، حكيني كيف قفزتي القفزة النوعية دي؟ صراحة أنا من محبين الشوبينج كثير، فقررت أني أكون بدل مستهلك أكون منتج كمان. حلو. لأن هذا شغفي من وأنا صغيرة، وكمان أنا من عشاق القانون، فقررت أني أكمل دراستي أكملت الماستر قانون الحمد لله، وكمان يعني شيء اللي أنا أحب أسويه. حلو. بس انت ما يعني ما اشتغلت في القانون، ما مارستي، بس انه اخذتي الشهاده والماستر فيها. دائما يقولون لك اهم شيء الشهاده، خلي الشهاده مركونه على جنب عرفتي، وارجعي سوي الموهبه اللي انت تحبينها او اشتغلي بالموهبه اللي انت تحبينها، هذا اللي انت عملتيه. أيوه. طيب شوفي، في عندنا مصممات مره كثير، بس دائما في وحده تحط لمستها، ايش اللي يميز تصاميمك؟ اول شيء تصاميمي كلها حشمه سمبل، تقدرين تستخدمينها في أكثر من مناسبة، تغيرين الأكسسوريز. أنا كله اعتمادي على الفابريكس، أحب الفابريكس الحلو. يعني الخامات هي أكثر شيء يهمني في المنتج كله. يمكن الموديل ممكن يكون سمبل وبسيط، بس أنت يهمك الخامة. أيوة. يعني الخامات أهم شيء بالنسبة لي. أحس تفصلين شيء أنت تلبسينه والناس تلبسه. هذا أحلى شيء. أنا اللي عجبني في الموضوع هذا كله أنك خريجة قانون، فبالتالي خلاص أنت يعني متشربة بنود وزارة التجارة والعمل وهذه الأشياء، فأنت في السيف سايد، هذا أهم في الموضوع. أبغى أسألك عن تصاميمك تحديدا، يعني أول ما بدأتي لك يعني مدة بسيطة بدأتي في التصميم صحيح؟ ايوه 5 شهور. حلو. اول ما بدأتي ايش الستبس اللي كنت ماشية عليها ولوين ناوية توصلي من باب التوسع يعني؟ اول شيء انا بديت بشكل يعني جدا بسيط، كنت اخذ اراء اهلي في الموضوع. وكنت يعني افصل اول ما بديت جي لاين بديته قبل 5 شهور بالضبط، فبديت نطاق قليل اخذ اراء، فحسيت انه جاء عليه اقبال زايد. فبديت أوسع فيه، وإن شاء الله أني ناوية أتوسع كمان وكمان. يعني حاليا إحنا نعرض عندي في البوتيك True Colors في نجود مول، وبابيون في البوليفارد، وإن شاء الله أني ناوية أتوسع بجي لاين أكثر. أيوه بليز لازم تتوسع عشان لازم نشوف الجمال ده في كل مكان. حبيبتي الله. تعرفي ليه جوهر؟ لأنه من النادر أنك أنت تلاقي خلينا نقول مثلا جلابيات بخامات حلوة بألوان حلوة. كمان في حاجة مرة مهمة، الفينيشنج من جوا. بالعادة مثلا لما تشتري جلابية لا قدر الله لو بالغلط قلبتيها بتشوفي خرايط جوا. فأنت ما شاء الله يعني أغراضك واضح أنه حتى تفصيلتها من جوا أو الفينيشنج حقها نظيف. لكن خليني أسألك جوهرة، المرأة السعودية لما تيجي مثلا تتكلم مع بنت سعودية تقولك إيش الأشياء اللي هي تبغاها في التصاميم اللي عندك؟ أكثر شيء يحكمنا هنا العادات والتقاليد، فدايما يركزون البنات على الاشياء الحشمه وتكون مودرن. يعني المراه السعوديه حاليا ما شاء الله مواكبه لجميع دور الازياء والفاشن كل شيء ما شاء الله. اي فانا احاول اجمع بين يعني اكثر من شيء، انه سمبل وناعم اوكي، يعني مواكب للموضه بس كمان انه حشمه. ايوه صح. تحسين متطلبات المراه السعوديه شوي ضاغطه عليكي؟ لأنه احنا دافع لي اكثر من جد. إيه؟ لانه احس انه احنا بالذات صعب نتنقى. إيه؟ نتنقى اشياء من جد، ولا تجيك تقول لك انه انا ابغى الشيء الفلاني. تصاميمك انت ممكن تتقبلين اراء زباينك؟ يعني مثلا انه قالوا لك لو تفصلين بالشكل هذا بالطريقه دي اتقبل النقد البناء. اوكي اوكي. بس يعني وكمان يهمني آراء الزبائن إذا مثلا ما يعجبهم أو بس. الحمد لله يعني أنا أغلب التصاميم حقتي كلها sold out. ما شاء الله. يعني من أول ما بديت يعني sold out كل شيء تقريبا. والله ما أدري أفرح ولا أزعل على هالخبر. ناويين نروح على البوتيك. طيب الجوهرة أبغى أسألك، إحنا يمكن في هذه الفترة هاي سيزن على أبواب رمضان. أيوه. إيش البلان؟ إيش النيو كولكشن اللي راوية تنزليه في هذا الموسم؟ الألوان؟ أنا أحب كل الألوان خصوصا السمر كولرز وعبايات، فأغلبها جلابيات ناعمة إنه خفيفة تستقبلين فيها أحد، يكون فيها
لمسة بسيطة تعطيها فخامة بس كمان ناعمة ومريحة لك أنت. الخامات زي إيش؟ والله أنا أحب كل الخامات الناعمة، اللنن، الأقطان، الحرير، كل هذه الخامات أنا أحبها، أكثر شيء أحبذها. حلو. طيب جوهر، أنا شايفة أنه أنت برضو لابسة عباية لونها طبعا رائع جدا، في كذا واحدة أنا كمان شفتها عندك، جلابيات، عبايات، بتفكري مثلا في المستقبل انه مثلا تعملي مثلا لاين ثالث، انه مثلا فساتين او كذا، ولا حابه انك انت تفضلي في موضوع الجلابيات والعبايات؟ ان شاء الله انا ناويه اتطور، بس مو للفساتين، حابه اتطور اكثر لاني كمان احب الاحذيه وانت بكرامه. أوه. واحب الشنط، فان شاء الله على اللونج تيرم. اوه يا جوهر انت متفصله تفصيل علي والله، شكرا ليكي. نفس الاشياء اللي كل البنات يحبوها، شوزات، الله يكرمك، شنط، عبايات. شكرا. شكرا لكم والله، انا اللي انبسطت فيكم. جوهر قولي لي، دائما يعني انت يعني من قانون التصميم دائما لازم في يكون احد داعمك، يعني عرفتي يشجعك، غير اهلك طبعا، عفوا يعني اصحابك والناس القريبه منك، انا شايفه هنا في اكبر داعم لك اللي هو الوالد. اي بابا الله يخلي لي يا صراحه يا مره يتعب معي، وانا اتعبه جدا في هذه الامور. اوكي. ودائما اخذ رايه، وبابا صراحه ما يقصر، الله يطول في عمره ويخلي لنا يعني، وحتى ماما يعني صراحه كل العائله عندنا يعني سواء من جهه بابا او من جهه ماما كلهم يعني ابدا داعمين جدا لي. جميل، الله يبارك فيك ان شاء الله، باذن الله يعني يشوفوا فيك ما يتمنوا اكثر واحسن اكيد. الجوهره إن شاء الله. ابو ارجع لحكايه الخامات لان كثير حساسه فيها. قلت الحرير من فتره بسمع الحرير المغسول انه كويس، انه ما اتعفط وهذه الاشياء، هذه سهل ان الواحد يلبسها جلابيه ولا تفضليها تكون عبايات؟ الاثنين تمشي على الاثنين. ايوه اي يعني حلوه كذا وحلوه كذا. طب في بعض الخامات ما يصلح عليها التطريز ولا؟ ايوه مثلا صراحه انا مو مره شاطره في هذه النقطه، لان توي باديه فيها قريب يعني مالي لخمس شهور، بس انا احب اجرب على كل خامه ايش ممكن، يعني في اشياء عندنا اكيد يعني تكون تالف. لان نحب نجرب. جميل. اوكي. طب جوهره، من فين تجيبي خاماتك؟ يعني مثلا بتكون من هنا ولا مثلا بتضطر انك من تسافر هنا لبرا؟ في اشياء لما اسافر يعني احيانا نجيب من ايطالي، احيانا نجيب من الصين، احيانا نجيب من الكويت، احيانا نجيب من هنا، من كل مكان اجيب صراحه. طب ومين عندك دائما مثلا؟ اكيد عندك احد في العيله اللي هو خلينا نقول نعتبره فار التجارب. ايوه. اختك، بنت خالتك، بنت عمتك، بتسوي مثلا اشياء وبتعطيها او مثلا بتوريها مثلا لاخواتك، لعائلتك البنات تحديدا، انه ايش رايكم بنات، تحسيها مريحه في اللبس مو مريحه؟ الصراحه انا دائما ما اعتمد على احد في هذه النقطه، اجرب على نفسك. جميل. احب اجرب على نفسي، اذا ارتحت انا فيها اعرف انها يعني، لان انا احب الخامات الحلوه. طيب خصوصا البارده في ايامنا احنا. صحيح. الصيف عندنا مره حار، ورمضان جاي على الصيف دحين. أيوه. طيب الجوهره قولي لي، انت قلتي انه طموحك تتوسعين ان شاء الله، وطموحك انه انت تعملين شوزات وشنط، بس ما تحسين انه التيشيرتات هي اللي دارجه عند البنات اكثر؟ انه الاشياء السبور. اكيد صح كلامك 100%، بس انا افضل الشيء اللي انا اميل له اكثر. المميز فيكي. اي جميل. اللي طبعًا احس اني انا ممكن اسوي فيه شيء. السوشيال ميديا يمكن خلتنا منفتحين عن العالم، واتوقع صايره بتجيكي اوردرات ممكن تكون خارجيه. أيوه. وبنعرف انه حتى الاجانب او الاجنبيين صاروا يحبوا يلبسوا الستايل الشرقي، عبايات، جلابيات. صحيح. خصوصا لما تكون هذه المواسم، رمضان، حج. صحيح. وهذه الاشياء بيحبوا انهم هم يلبسوها. بس انا زي ما انا شايفه يمكن اغلب القطع اللي عندك بتكون ساده، في ناس بيحبوا الاشياء اللي تكون عليها طباعه او تكون مشجره اكثر، تكون شيفون بحيث انها تكون خفيفه ما تكون مره ثقيله. عندنا اشياء ثانيه يعني كلها مطرزه، بس انه نفس التطريز بنفس الخامه. حلو. طيب جوهره في الاخير، العبايات اكثر حاجه الان، انت بتقولي لك فتره، بس اكثر شيء بيجوك البنات بيطلبوا يقول لك نبغى عبايات سودة او ملونه؟ ملونه. التوجه صار ملون. اي مره قليل يعني، انا اصلا ما اسوي عبايات سودة،
بس لو احد يبغى ممكن مثلا زي عبايتي دي مثلا لو جاتك وحده من الزباين حقوني قالت لك جوهره ابغاها مثلا نفس التطريز بس على اسود حتعملي لها هي؟ ايوه احنا نعمل باي اوردر يعني جميل. اي شيء نقدر نعمل الزبونه باي اوردر واحنا عندنا خدمه مره كويسه اللي هي انك تقدرين تطلبين اي قطعه موجوده عندنا تغيير لون او اي شيء توصلك أوكي. خلال يومين للبيت. يا سلام. وعندنا فري دليفري كمان يوصلك للبيت خلال يوم واحد اي شيء تطلبينه من عندنا. فيعني قاعدة احاول تفكي ازمات بتحاولي بتحاول تساعد البنات قبل رمضان. جوهر الملحم يعني كل التوفيق ليك، تصاميمك اكثر من رائعه وان شاء الله كذا نشوف اسمك من اهم مصممات الازياء السعوديات عندنا في السعوديه. شكرا حبيبتي، تشرفت فيكم حبيبتي. الله يسعدك، شكرا ليكي. طبعا نتمنى التوفيق للجوهرة. مشاهدينا ما زلنا مع الأزياء والتصاميم، لكن مع زميلتنا غالية أمين بعد الفاصل.